نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر النادي الاهلي بالجزيره، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تعرفنا اخر الاخبار واخر المستجدات. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته. مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر أن التمرين النهاردة يكون على فترة واحدة، المران هيكون الساعة 5 مساء، ده طبعا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد. الفريق متبقي ليه مباراة ودية واحدة قبل انطلاق الموسم الجديد، هتكون يوم 29 أمام فريق طلائع جيش. طبعا زي ما احنا عارفين أن الفريق خاض مباراتين وديتين، الأولى كانت أمام فريق بتروجيت وانتهت بنتيجة 5-1 لصالح النادي الأهلي، والثانية كانت أمام فريق أسوان وأيضا انتهت بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي. أمس كمان الفريق كان بيواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد، المران كان في فرع مدينة نصر. مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كالعادة كان حريص على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن بعض الامور الخططيه والفنيه الخاصه بالمرحله القادمه. بعد المحاضره الفريق تم تقسيمه لمجموعتين، المجموعه الاولى خاضوا تدريبات بدنيه في صاله الجيم وجري حول الملعب، والمجموعه الثانيه ايضا قامت بعمل تدريبات بدنيه واخرى فنيه بالكره، كل ده استعدادا للموسم الجديد. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، بقى يكون موسم استثنائي مليء بالبطولات والانجازات للنادي الاهلي. يعني طبعا كلنا بقى منتظرين نشاهد الفريق الأول لكرة القدم مرة تانية. دي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بتنس الطاولة، وقائمة منتخبنا الوطني بتتزين بسداسي النادي الأهلي للمشاركة في بطولة العالم اللي هتكون مقامة في الصين. سداسي النادي الأهلي هم اللاعبة دينا مشرف، اللاعبة هانا جودة، شادي مجدي، محمد البيالي، محمد شومان، ويوسف عبد العزيز. البطولة هتبدأ منافستها يوم 30 سبتمبر حتى يوم 9 اكتوبر. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، زي ما هم عودونا دايما الحقيقه بيكونوا مشرفينا في جميع المحافل العالميه والدوليه. ان شاء الله كمان هذا الموسم يعملوا بطوله عالم قويه جدا ويقدموا اداء بيليق باسم مصر. نروح بقى دلوقتي للعبة الووتر بولو، ورجال الووتر بولو بيواصلوا استعداداتهم للمباراة القادمة في بطولة كأس مصر. المباراة القادمة هتكون أمام فريق المعادي، هتكون في نادي هليوبلس. يعني طبعا الفريق كان افتتح مشواره في بطولة كأس مصر أمام فريق هيئة القناة، عمل مباراة كبيرة جدا. المباراة كانت بتقام هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، قدر يفوز في المباراة بنتيجة 23-10. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ويقتنصوا بطولة كأس مصر هذا الموسم. واستكمالا للحديث عن أخبار الفرق الرياضية المختلفة، خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. ورجال كرة اليد النهاردة هيكون عندهم آخر مران قبل بطولة أفريقيا، يعني الفريق هيغادر غدا لتونس استعدادا للبطولة الإفريقية. طبعا البطولة الإفريقية هتكون منافساتها من يوم 30 سبتمبر حتى يوم 9 أكتوبر. بنتمنى لهم كل التوفيق، فريق بيستعد بشكل قوي جدا، عندهم هدف واحد بس وهو اقتناص البطولة. كمان بقى خليني أقول لجميع مشاهدينا عن مجموعة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية. الأهلي بيقع في المجموعة الثانية برفقة كل من الترجي التونسي، جي اس كي الكونغولي، فلاورز البنيني، وفاق عين التوتا الجزائري. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد، إن شاء الله هم أيضا يقدروا يقتنصوا البطولة. نروح كمان بقى لسيدات كرة اليد اللي بيواصلوا استعداداتهم النهاردة للمباراة القادمة. المباراة القادمة هتكون أمام فريق مدينة نصر يوم السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يقدروا يفوزوا في المباراة. أخيرا بقى خلونا نروح للعبة كرة السلة، ورجال كرة السلة أيضا بيستعدوا بشكل قوي جدا لبطولة العربية، عندهم هدف واحد بس وهو الحفاظ على لقب البطولة العربية للسنة الثانية على التوالي. يعني بيتمرنوا طبعا بشكل مستمر ودائم، الحقيقة في روح عالية جدا في الفريق، زي ما قلت هدفهم هو بس اقتناص البطولة. الفريق هيغادر للكويت يوم 3 أكتوبر، متبقي بس الفريق مباراة ودية واحدة هياخدها أمام فريق سموحة هتكون يوم 29
20 سبتمبر هتكون هنا بصالة الأمير عبد الله فيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الساعة 6 مساء. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله يقدموا بطولة قوية، عندنا ثقة طبعا كاملة في رجال كرة السلة. كمان بقى سيدات كرة السلة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق مصر للتأمين، مباراة هتكون الساعة 8 مساء في مركز شباب الجزيرة، ده طبعا ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. سيدات كرة السلة كانوا خاضوا المباراة الأولى في البطولة أمام فريق مدينة نصر وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجة 83-38. المباراة الثانية كانت المفروض هتكون أمس أمام فريق الغابة، لكن الفريق انسحب من البطولة. النهاردة بقى هتكون المباراة الثالثة زي ما قلت أمام فريق مصر للتأمين، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. دي أخبار الفرق الرياضية المختلفة. كمان يا نهواندو يا كريم، خليني بقى نقول لكم الأجواء داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة زي ما عودناكم دايما. الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في المقر منذ الصباح الباكر، درجة الحرارة دلوقتي يمكن مرتفعة شوية 32، وبعض الأعضاء كمان بيمارسوا الرياضة خصوصا طبعا رياضة المشي في التراك، بيبدأوا يومهم بقى بنشاط طبعا وطاقة إيجابية. يعني دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي النهاردة، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا، شكرا زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على التغطية الجميلة دي.